انت من مين خايفه وليش؟ خايفه من كل شيء، من الناس، من الوسط، من الصحافه. ماني طايقه اشوف حدا ولا حدا يشوفني. لك يا ميديا انا ما بعرفك سلبيه لهالدرجه، شبك هلا انا سلبيه؟ ايده بالمي مو مثل اللي ايده بالنار. وانت لامتى بدك تضلي هربانه؟ اه لك وين دادو؟ دادو اللي حفرت بالصخر لشق الطريقه وصارت ستار وكل العالم تحكي فيها، وين هي؟ طيب شو بدك تساوي؟ اه يعني هلا انت لو محلي شو بتساوي؟ يا ستي انا لو محلك اول شيء ما بهرب، بواجه المشكله بكل شجاعه وجراه، بعمل مؤتمر صحفي بجمع كل الصحفيين وبحكي كل شيء صار معي بكل وضوح وبصراحه. ميدو حبيبتي انت ضحيه، بتعرف شو يعني ضحيه؟ يعني اللي صار معك ممكن يصير مع مين من كان. انت من شو خايفه؟ العالم يعني العالم لازم تعرف الحقيقه، مو احسن ما يطلعوا عليك كل يوم اشاعه شكل؟ فكره المؤتمر عجبتني. انت فكري بالموضوع ونحن معك. انا موعده لبنى بدي انزل على السوق اجيب كمبرات، تروحي معنا؟ لا روحوا انتم، انا قاعده شوي هون. طيب